ثلاث سنوات مضت على انقلاب 21 من سبتمبر الذي حمل الطابع السلالي العائلي، لتعيش اليمن أسوأ مرحلة في تاريخها السياسي والاجتماعي منذ انطلاق العهد الجمهوري الذي تعاظم في نفوس اليمنيين عندما عاشوا نسخة الإعادة من الإمامة القديمة الجديدة. لا ينسى اليمنيون هذا التاريخ الذي حول يومياتهم إلى ما يشبه الأشغال الشاقة، من الانقضاض على المؤسسات إلى تحويل اليمن الخاضعة إلى رهينة سياسية ومشروع جباية اقتصادية وكهنوت ديني سلالي تحت لافتة آل البيت. قهر اليمنيين في ذلك اليوم لو أنه لامس صخرة ضخمة لتفتتت وتحولت إلى ما يشبه الرمال المتحركة، وهم يعيشون ما يشبه تهاوي الجبال المنكسرة على رؤوس ساكنيها. تلك اللحظات التي قضت على ما تبقى لليمنيين من دولة وحياة عامة. 21 من سبتمبر، أيلول الأسود كما يسميه اليمنيون، هو ذات التاريخ الذي ارتبط بآخر بيعة للنظام الإمامي، عندما وقف آخر الأئمة في الجامع الكبير قائلاً إنه سيسير على نهج أسلافه الأئمة قبل أن تطيح به الثورة الجمهورية بعد 5 أيام من البيعة الأخيرة. لقد اختارت ميليشيا الحوثي وحلفها صالح أن يكون الانقلاب في شهر سبتمبر كمحاولة مفضوحة لطمس معالم 26 من سبتمبر الذي لم يكن مجرد تاريخ لثورة أو لتحول معين فحسب، بل ميلاد وجودي لكل شيء من العدم. الجمهورية التي تم الانقلاب عليها هي المنزل والمدرسة والجامعة والإسفلت والمشفى، المول والكتابة، قصيدة النثر، الرواية، الفيلم والأغنية، الرقم الوطني لآبائنا وأسماء أبنائنا الجديدة. 26 من سبتمبر هو كل ما عرفه هذا البلد من حياة تقريباً، من مصير وآدمية يهدد الانقلاب وجودها الآن بشكل مأساوي ومجنون، ويفتح بوابة الجحيم لانهيار اليمن على أكثر من صعيد. بحسب متابعين، هناك أسباب كثيرة مهدت لعودة الإمامة، منها أن الجمهورية ظلت خاضعة لذهنية دينية مكثفة وعصبيات خاضعة للنفوذ الذي أسس لشللية مغلقة همشت الأفق الحضاري المفتوح لليمنيين. شعلة الجمهورية التي حاول انقلاب 21 من سبتمبر إخمادها اشتعلت في نفوس أحفاد الجمهورية في كل مدينة وفي كل قرية في الداخل والخارج، مؤكدة أن جلال الحق الجمهوري قد يتعثر لكنه لا يموت.